هي العمود، من عاش يهتف باسمها فهو الشهيد. نلتقي في هذا اليوم لنعبر عن تشكراتنا وعن اهتمام السلطات العليا في البلاد لهذا الإمام، وليس ذلك بغريب عنا وليس ذلك بدخيل عنا، فدور الإمام رائد ومتميز، ولله الحمد والمنة. فما رسم يوم 15 سبتمبر إلا إشارة إلى أحد العلماء الأفداد، ألا وهو سيدي محمد بن الكبير الذي يعتبر من مواليد عام 1911 وتوفي عام 2000 وسمي مطار أدرار باسمه. أشكر السلطات وعلى رأسها الشؤون الدينية لما تم تكريمنا وإعطاء معناها المكانة اللائقة للأئمة وحقهم، وأشكر من هذا المنبر رئيس الجمهورية على ترسيمي لهذا اليوم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع الأئمة إلى ما يحبه ويرضاه وأن يديمهم في خدمة البلاد والعباد. الذي لا يزيدني إلا شرفا، لا يزيدني إلا محبة في مهامي التي وكلت بها، لا يزيدني إلا تقديرا في وكما كرمت في هذا اليوم المبارك. شاركنا اليوم في الاحتفاء باليوم الوطني للإمام، وكانت مداخلتي في تفعيل اللقاء والندوة الولائية التي تشرف عليها مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، كانت مداخلتي حول شخصية تعد نموذجا للإمام المعطاء الناجح، وهو العلامة الزيتوني محمد عز الدين عباسي رحمه الله تعالى.